في ثالث مباراة الدربي له هذا الموسم، استقبل شباب بلوزداد ضيفه نصر حسين داي في قمة مباريات الجولة السادسة. الطاقم الفني للشباب أشرك عمار بوردين كأساسي لأول مرة منذ التحاقه بالفريق، وعوض غياب ميرزي ودراوي بالثنائي جرار وتركات في وسط الميدان، مع تسجيل عودة كل من نساخ وبوسليو في الرواق الأيسر. مع انطلاق أطوار الشوط الأول بادر الشباب بالضغط على المنافس عن طريق خالد بوسليو الذي حذر دفاع النصرية في عدة مناسبات، كانت أولاها في الدقيقة الثانية بعدما راوغ وتوغل وسدد لكن الحارس كان بالمرصاد. تلتها محاولات المهاجم آنس حمد على مرتين في الدقيقة الثالثة والدقيقة الثالثة عشر مضيعا فرصة افتتاح النتيجة. الشباب بحث عن الحلول من الكرة الثابتة عن طريق بورديم، واعتمد على توزيعات بالخيطر التي لم يستغلها لا أنس حمد ولا خالد بوسليو الذي أربك دفاع نصر حسين داي. وقبل نهاية المرحلة الأولى فرجع أداء المجموعة ككل ليضغط الزوار عن طريق هجمات يايا وعرجي التي تكفل بشلها دفاع الشباب. في المرحلة الثانية واصل شباب الوزداد بحثه عن طريق للوصول إلى الشباك، وفضل نصر حسين داي الاعتماد على المرتدات ليأتي الجديد في الدقيقة 62 من طرف القائد شمس الدين نساخ الذي بصم على الهدف الوحيد في اللقاء. المدرب ماركوس باكيتا أقحم أربعة لاعبين على مرتين لمواصلة السيطرة على اللقاء في صورة بوراس وخلف الله في الدقيقة 70 وأيت عبد السلام ومرزوقي في الدقيقة 86. هذا وشهدت آخر 10 دقائق من المواجهة فرصا بالجملة من طرف الشباب لم تترجم إلى أهداف. قابلتها فرصة وحيدة للفريق المنافس أنقذها مساوي ببراعة في الدقيقة 83، وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 11 نقطة ليحسن مركزه في جدول الترتيب.